نشاط الأخبار الرئيسة. تحية لكم والسلام عليكم. في بداية أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد تشديد العقوبات ضد المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات، مبرزا أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تغييرات جذرية وهيكلية عبر محاربة المال الفاسد، خلال مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية. رئيس الجمهورية يدعو إلى تحقيق التوافقية في مشروع تعديل الدستور، مشيدا بالدور الهام للمجتمع المدني في مواجهة المشاكل اليومية للمواطن، ومعلنا إمكانية إطلاق مبادرة جزائرية تونسية من أجل إيجاد حل للأزمة في ليبيا. الوزير الأول عبد العزيز جراد يؤكد أن مرافقة خطة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي تعتمد على مراجعة معمقة للنظام الجبائي الحالي. خلال إشرافي على الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي، والخبراء يبحثون آليات التوزيع العادل والمنصف للأعباء الجبائية. الفريق سعيد شنقريحة يشرف على مراسم حفل تسليم جائزة الجيش الوطني الشعبي لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2020، ويؤكد أن الجائزة فضاء حيوي للتنافس بين مستخدمي الجيش الوطني الشعبي في مجال البحث العلمي. في حصيلة جديدة، تسجيل 607 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتمثل 349 للشفاء وتسع وفيات جديدة. ووزيرة البيئة تؤكد مضاعفة جهود النقل والمعالجة الآمنة للنفايات الطبية خلال الأزمة الصحية. يتابعون أيضا خرجات ميدانية مكثفة لعوان الرقابة للوقوف على مدى التزام التجار بالإجراءات الاحترازية. وفي النشرة، رصد لبعض مظاهر الاستهتار والاستخفاف بتدابير الوقاية بشاطئ سركوف بعين طايا رغم قرار غلق الشواطئ. أهلا بكم من جديد. في المستهل كذا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال المقابلة التي أجرها مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية في إطار لقاءاته الدورية المنتظمة مع الصحافة الوطنية، أكد رئيس الجمهورية الاهتمام الذي توليه الدولة لكل الأطباء وعمال قطاع الصحة وحمايتهم من كافة أشكال العنف اللفظي والجسدي، وهذا خلال قيامهم بمهامهم النبيلة. احنا نتألم، ونتألم كشخص، ونتألم كرئيس، ونتألم كجزائري أننا نوصل اليوم لقلة الأداب، وهذا التعنطير هذا على واحد مضحي بحياته ومضحي بولاده، 4 شهور ما شافوش أولادهم. وعلى هذا الأساس اللي سميناهم مجاهدين، جهاد نتاع صح، جهاد نتاع صح. يعني لحد تجي انت تتعدى عليه، واش تكون انت عنتر زمانك ولا واش هذه؟ ما انا ممكن الاسبوع الجاي غادي نمضي على جمهورية رئاسيه بشكل قانون، راها تمشي من 5 سنين حتى 10 سنين، التعدي اللفظي والتعدي الجسدي راهم تحت الحمايه الكامله نتاع الدوله ونتاع الشعب الجزائري. انا نتكلم باسم الشعب الجزائري، واللي تعدى عليهم يا ويلو يا ويلو. رئيس الجمهورية انتقد التأخر المسجل في حصول المواطنين المعوزين على المنحة التي قررتها الدولة، مؤكدا أن محاربة البيروقراطية مسؤولية الجميع. وفيه في إجراءات مستعجلة جدا، وما بين الإجراءات المستعجلة كنا خدينا إجراءات بعدها باش بالنسبة للناس اللي ما عندهمش دخل اللي يتوقف الدخل تاعهم، باش نعطوهم بالأقل أهم الحاجيات تاعهم 10,000 دينار في الشهر. ولكن نفتح قوس، أنا جاتني معلومات ونتأسف لها، وربما أنا ما نبغيش نستعمل لغة التهديد، ولكن كاين ناس، احنا في 3 شهور دروك، أنا في 3 شهور ولا أكثر من 3 شهور اللي قررنا باش كل مواطن معوز تكون عنده 10,000 دينار تاعه أقل شيء يعني بالنسبة للتضامن، ولكن كاين اللي لحد الآن مازال ما وصلتهمش. داكور.
وهذه ما تسامحش فيها. البيروقراطيه هذه هي العدو اللدود تاع هاد البلاد هذه. ما قديناش على البيروقراطيه رانا ما نديرو والو، وهذه مسؤوليه الجميع ماهيش مسؤوليه الرئيس ولا مسؤوليه الوزير الاول. مواطن يعاني هو وابنائه لحق له 10,000 دينار تاعو، انت واش ضاع لك؟ تخرجها من جيبك؟ احنا من المفروض انا في الدفعه الثالثه وكاين اللي هذا وين لحقته الدفعه الاولى. يعني تقلص من المصداقيه تاع الدوله وتقلص من هاد اللامبالاة. المهم مهم نفتح قوس وزين نفتح القوس الاخر بالنسبه للاطباء. كاين اللي اول مره تقاضوا داك المنحه اللي عطيناهم راه في يومين ولا ثلاثه. عيب عيب كبير هاد ليتا نسوي با سي با ليتا سي لا بيروقراسي. ليتا ديسيدي وزاره الماليه قررت والتحويلات الماليه درناها تلقاها في بعض الاحيان في اللامبالاة على مستوى التنفيذي. نشاطنا مستمر حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لعاصمة الجزائر وما جاورها من مدن، لنصغي لصوت الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في معرض المقابلة التي أجراها مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطني، أكد حرصه الشديد على تحقيق مطلب التوافقية في مشروع تعديل الدستور وسعيه لإشراك كافة الفواعل السياسية في هذا المسار. تغيير الهيكلي تاع الدولة الجزائرية لازم دستور جديد. لازم دستور
ليأخذ العبرة من كل الدساتير اللي وقعت باش ما نزيدوش نمسوه. يكون دستور توافقي اللي متفقين عليه كاع الجزائريين. يكون عنده قبيلة حياة لخمسين مئة سنة. أطول مدة ممكن. أطول مدة ممكن. لأن من بعد الدستور تتبنى عليه مؤسسات أخرى انتخابية وغير انتخابية ومجالس وطنية بالنسبة لهيئات وطنية أخرى اللي تساعد في الرقابة وتساعد في باش نوصل كذلك عبر الدستور بقوانين أخلقت الحياة السياسية، أخلقت الحياة الاقتصادية، أخلقت وعليها نركز منين تجي المؤسسات يصبح القرار حتى القرار الاقتصادي ماهوش قرار فردي، قرار مؤسساتي، يعني يكتب له الدوام والشفافية. بالأخص لما المؤسسات اللي تجي من بعد الدستور مؤسسات اللي تسمح للمواطن من خلال منتخبيه أنه يراقب. صحيح. يراقب التسيير ويراقب المال العام ويراقب إن شاء الله تما تفتح أبواب الفرج. كما أشاد رئيس الجمهورية بالدور الهام للمجتمع المدني في مواجهة المشاكل اليومية للمواطن. لا سوسيتي سيفيل سان سوكل تري امبورطون سي فري تري تري امبورطون لان لا سوسيتي سيفيل لما تتنظم هذيك هي الروح نتاع 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 وطن. انا اليوم عينت مستشار خاص بالقرب مني بالحركه الجمعويه. المنظر نتاعنا السياسي والاجتماعي تخليك تشوف لما تشوف بعض الشباب تفتخر بانتمائك لهذا الوطن مضحيين بعطله الاسبوعيه نتاعهم متطوعين لبعض المرضى متطوعين للبيئه ومتطوعين يعني ما فيش ما انظف. إذن انا نشجع على هذه الرغبه نتاع المواطنين اللي كانوا ربما مقصيين لربما لسبب ولا كانوا معزولين باش يشاركوا في بناء الوطن تاعهم. ولما يقول لك فوكس بوبولي فوكس دي إرادة الشعب من إرادة الله وإرادة الله لا تقهر. لما الشعب ياخذ زمام الامور نتاعو من بعد الانتماءات السياسية المنهجية ولا الايديولوجية ولا هذاك الشيء سهل. اما الشعب اللي دافع عن الوطن نتاعو المجتمع المدني، المجتمع المدني اللي ما بين الاكسبريسيون تاعو فيها الحركة الجمعوية وفيها الحركة السياسية والاثنين يصلحوا، ولكن انا ميال كثير للحركه الجمعويه لان هي اللي ربما تهتم باليوميات نتاع المواطن. رئيس الجمهوريه اكد ايضا ان الاقتصاد الوطني بحاجه الى تغييرات جذريه وهيكليه، وان بناءه يمر عبر ازاحه المال الفاسد وبناء مؤسسات قويه ونظيفه. الشيء اللي صرا اولا لازم دستوريا بالمؤسسات في الأذهان تاع المواطن هذا الشيء ما يعاودش يتكرر. أبدا، ما نزيدش نرجع لهذا النوعية دروك. ما نجرى عند هذه التصرفات القديمة هذه نصلح. اللي دا يرجع الأمراض الاجتماعية والأمراض الاقتصادية واللا أخلاق في المعاملات نتاع الإدارة مع بعض الأشخاص هذه لازم تنتهي. اللي ما اقتنعش وما دخلوش حب الوطن وخوف الله عز وجل يخاف بالاقل من العقاب. يقول لك بالفرنساوي يقول لك لا بير دو جوندار سي ديبي دو لا ساجيس. منين يبدا يخاف ديجا من العقاب راه دخل في الصف. خرج من الفكره هذه باللي ما كان هو ما كانش اللي يمسه. يواصل كما حب. الظهر والاحداث بينت باللي العقاب موجود. نعطوا العهد لبعضنا بعض مع المواطنات والمواطنين والطبقه السياسيه ان الشيء اللي صرا في بلادنا ما يزيدش يصير ابدا. وماهوش الا بالنيه الحسنه بالقانون. نعرف الثغرات اللي كانت في المؤسسات تاعنا والثغرات اللي كانت موجوده في القوانين اللي تسير الاقتصاد، قوانين الصفقات، قانون الصفقات، قانون التبادلات، قانون التحويل، قانون كذا، قانون كذا. ما سمحش باش نراقب، إذا لازم يعاودوا يتراجعوا. دروك بقى
استرجاع الأموال الضائعة، هذه من هذا واجب، هذا التزام تاعي. صحيح. كيف؟ أنا عندي الكيفية إن شاء الله، ولكن في هذا الظرف أنا نستنوا بعض المعطيات أخرى إن شاء الله. خبير. ما يدراهمنا يرجعوا ما فيها. إن شاء الله. وعن العلاقات الجزائرية الفرنسية، أكد السيد الرئيس أنه شرع في العمل مع الدولة الفرنسية حول الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية واسترجاع الأرشيف الوطني، أنه كلف عبد المجيد شيخي كلفه بتمثيل الجزائر في هذا العمل الجاري حاليا مع الدولة الفرنسية. اتفقنا مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في ما يخص الذاكرة باش نشتغلوا بصفة عادية، يعني جريمة ولا حد يقدر يغطيها، استرجاع الأرشيف نتاعنا، استرجاع الذاكرة نتاعنا، يعني صبحت الأمور تقريب واضحة بدون تشنج بدون كذا. هو باش نسهلوا الأمور ربما تخرج من التشنج السياسي واستغلال السياساوي ولا السياسي، دار واحد مؤرخ معروف حنا الفيزا فيتا عبد المجيد شيخي دكتور، وراه اليوم هو اللي أدرى مسؤول بالأرشيف واش ناقص من الأرشيف الوطني واختصاصي وهذا، وبلغناهم الاسم وعطيناهم الاسم. كما أكد رئيس الجمهورية أن إطلاق مبادرة جزائرية تونسية تجاه الأزمة في ليبيا أمر ممكن. الجزائر مبدئيا ما بين المبادئ الأساسية نتاعها هو الأمر الواقع رافضينه، ما درنيش أمام الأمر الواقع ومن بعد تقول لي أيد ولا ما تأيدش، بغيتني نأيد كون شاورتني. دوك اليوم الليبيين تقريبا راهم عزلوهم ما عدا القطبين شرق وغرب. قلنا لو تتواصل الأمور كما راها ماشية في برلين ظننا نوصل الوضعية نتاع سوريا، ويصبح صراع بين القوى الكبرى. وفي حالة ما اليوم رانا نقولوها ونزيد نأكدها، أنني شفت في 24 ساعة الأخيرة هذه فيه محاولة إقحام بعض القبائل في حمل السلاح شيء خطير. إلى القبائل حملوا السلاح دفاعا عن النفس سني بلو لا سيري سي لا صومالي، وتما ولا واحد قادر يدير حاجه. إذن حنا ماذا بينا اللي يحب الشعب الليبي يخليه يقرر مصيره بصفه ولا اخرى، نرجعوا للشرعيه الشعبيه تحت وصايه الامم المتحده، واعتقد ان فيه نظره ايجابيه للحل الجزائري، ممكن يكون جزائري تونسي ممكن. أكد اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد لدى إشرافه بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحالة على أشغال الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي التي تنظمها وزارة المالية. أكد جراد أن الموارد المالية للدولة تستند أساسا ومنذ عقود على الجباية البترولية التي أضحت توجه نسبة منها في السنوات الأخيرة لتغطية جزء من نفقات تسيير الدولة، بدلا من أن توجه برمتها إلى تمويل الجهود الاستثمارية والتنموية للبلاد. جراد أكد في كلمته الافتتاحية أن معالم الجمهورية الجديدة بدأت تتراءى من خلال مراجعة الدستور وإعداد خطة الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي والتي تستدعي إعادة النظر بصفة معمقة في النظام الجبائي الحالي. يسعدني أن أشارككم هذا الحفل الافتتاحي للجلسات الوطنية حول إصلاح المنظومة الجبائية الذي يهدف إلى إجراء دراسة نقدية معمقة لمجمل جوانب هذه المنظومة قصد الوصول إلى أنماط مجددة قادرة على تطويرها وتكييفها مع التطلعات والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أشكالها. لقد بدأت معالم الجمهورية الجديدة تتراءى من خلال المراجعة الدستورية المقترحة حالياً للمناقشة وإعادة خطة بعث الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي التي تستدعي إعادة النظر بصفة معمقة في النظام الجبائي الحالي، وذلك استجابة للتحديات الراهنة
الواجب رفعها من طرف الدولة والشعب معا. الوزير الأول أكد أن مراجعة النظام الجبائي ترمي لمراجعة نظامنا المالي والمصرفي، وهذا ضمن رؤية اقتصادية جديدة للدولة. ويندرج هذا الإصلاح ضمن الخطوة الشاملة التي باشرت السلطات العمومية والتي ترمي إلى مراجعة نظامنا المالي والمصرفي بهدف دعم الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة التي ستلزم بلادنا خلال العقود القادمة بمواجهة تحديات ومتطلبات توازنها المالي مع السهر على صون الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية. ولا يخفى على أحد أن الموارد المالية للدولة تستند أساساً ومنذ عقود على الجباية البترولية التي أصبحت توجه نسبية منها في السنوات الأخيرة لتغطية جزء من نفقات تسيير الدولة بدلاً من أن توجه برمتها إلى تمويل الجهود الاستثمارية والتنموية للبلاد. إلى ذلك أوضح الوزير الأول عبد العزيز جراد، أوضح أن النظام الجبائي الحالي أبعد من أن يستجيب إلى متطلبات الإنصاف المنتظرة. النظام الجبائي الحالي أبعد من أن يستجيب إلى متطلبات الإنصاف، انطلاقا من أن العبء الجبائي يتميز بسوء توزيعه بين مختلف الأعوان الاقتصادية بناء على قدراتهم التساهمية. وفي هذا الصدد فإن خير مثل على ذلك يتجلى بكل وضوح من خلال الجباية على الدخل التي ترتكز أساساً على مداخيل الأجور، في حين أن مساهمة الفئات الأخرى لا تزال ضعيفة بصفة غير عادية. إن الاقتصاد الموازي على الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتسهيل إدماجه لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية، مما يشكل إجحافاً أمام الامتثال الجبائي، باعتبار أن المتعاملين في السوق الموازية لا يقدمون أي مساهمة جبائية مقارنة بالمتعاملين الذين ينشطون ضمن الأطر القانونية الذين يتحملون العبء كله من خلال الوفاء بواجباتهم الجبائية في تمويل الموارد المالية للدولة والجماعات المحلية. الوزير الأول أبرز أن الحماية القانونية والاجتماعية لموظفي إدارة الضرائب تشكل إحدى الانشغالات الرئيسة للسلطات العمومية، مؤكدا أن الإصلاح الجبائي يجب أن يرتكز على رؤية قائمة على رقمنة العمليات الجبائية. إن الإصلاح الجبائي المنتظر يجب أن يرتكز على رؤية قائمة على رقمنة العمليات الجبائية بنمط عملي يسمح للمكلفين بالضريبة بالاتصال عن بعد مع إدارة الجبائية. ويجب أن يكون هذا الإصلاح مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال إصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية. كما ينبغي أن يكون هذا الإصلاح مرتبطا بحتمية إيجاد التوازن الحقيقي للعبء الجبائي بين مستوى مساهمة المداخيل من جهة وتلك التي تستوجب أن ترتكز على الثروة من جهة أخرى. وبهذا الصدد ينبغي الإشارة إلى أن بعض الأشخاص يحققون مداخيل هائلة ويكونون ثروات معتبرة دون أي مساهمة منهم، أو أنهم يدفعون أدنى حد من الضرائب التي تقل بكثير عما يحققونه من دخل وما يملكونه من رؤوس أموال، مما يعطي بالتالي شعوراً بعدم المساواة داخل المجتمع، وتلكم ظاهرة سلبية يجب أن يوضع لها حد.
وعلى مدار 3 أيام يبحث الخبراء إذن في مجالات الاقتصاد والمالية والقانون في ورشات مختصة سبل التوزيع العادل والمنصف للأعباء الجبائية. للتلفزيون رابح مدوي. ورشات فيها حضور للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للنقابيين للقانونيين تبحث ولأول مرة بالعرض بالتشريح وخصوصا بقوة الاقتراح في ملف الإصلاح الجبائي المعروض في هذه الجلسات انطلاقا من مبدأ التوزيع العادل والمنصف للأعباء الجبائية بين الخاضعين لها. ورغم كل الجهود المبذولة والنتائج المحققة في مصارع أصلة نظامنا الجبائي إلا أن هذا لا يمنعنا من الاعتراف بوجود عدة نقائص تجلت في ضعف مستوى تحصيل الإيرادات والإنصاف الجبائي والتحكم في المادة الخاضعة للضريبة والتي نجمت أساساً عن التغييرات المنبثقة عن الانفتاح الاقتصادي للبلاد من خلال ظهور ممارسات سلبية كان لها أثر بالغ في عدم بلوغ جميع الأهداف المسطرة وتردي فعالية وكفاءة الإدارة الجبائية. توسيع الوعاء الجبائي لا يعني البحث عن منتوجات جديدة لإخضاعها للجباية، إنما نبحث عن المعلومة التي تمكننا من استعادة بعض المنتوجات التي تنشط في السوق الموازية قصد إخضاعها للجباية. اليوم محتاجين إلى ضريبة تتماشى مع الواقع، تتماشى مع ثقافة المواطن، أن هذه الضريبة تكون ضريبة لتنمية الاقتصاد. لازمنا ننشطوا نعملوا عندنا 3 أيام هذو، لازمنا كل واحد يخرج باقتراح بناء. في صدارة الاهتمام تعزيز ثقة المواطن في إدارة الضرائب على أساس مرافقة تكون فيها للرقمنة والعصرنة لهذه الإدارة الكلمة الأخيرة بدل الإبقاء على البيروقراطية مصدر متاعب كثيرة عند التحصيل. لازم تكون نجاعة في حصيلة الضريبة وفيها إدماج القطاع الغير رسمي. ثاني شيء لازم تكثيف المؤسسات، كما كنت نقول عندنا 1.5 مليون مؤسسة صغيرة ومصغرة، بلاد كما الجزائر لازمنا 3 ملايين ولا 3.5 ملايين. 3 أيام في ورشات ستتوج بتوصيات ملموسة وبإجماع عليها في وثيقة ستؤسس لإصلاح جبائي عادل شفاف وبأهداف وبقيمة مضافة للمؤسسات الناشئة. أكد اليوم الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لدى ترأس بالنادي الوطني للجيش بابن مسوس مراسم حفل تسليم جائزة الجيش الوطني الشعبي لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2020 في طبعتها 9. أكد أن هذه الجائزة أصبحت فضاء رحبا وحيويا يدفع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي للتنافس في مجال البحث العلمي. المتابعة لزكريا مهوبي. ترأس السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس مراسم حفل تسليم جائزة الجيش الوطني الشعبي لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2020 في طبعتها 9. حضر هذا الحفل السادة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء الدوائر والمديرون المركزيون ورؤساء المصالح المركزية وأعضاء لجنة جائزة الجيش الوطني الشعبي وأعضاء لجان التحكيم من أساتذة عسكريين ومدنيين وكذا قادة الهياكل التي ينتمي إليها المتوجون بالجائزة. افتتحت مراسم حفل تسليم الجائزة بكلمة السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قدم من خلالها تهانيه الخالصة للفائزين مثمنا بالمناسبة التطور الذي عرفته جائزة الجيش الوطني الشعبي منذ تأسيسها والذي يبرز من خلال درجة التنظيم والاستغلال الأمثل للمهارات والمواهب. إن التطور الذي عرفته جائزة الجيش الوطني الشعبي منذ تأسيسها من خلال درجة التنظيم والاستغلال الأمثل للمهارات والمواهب جعل منها فضاء رحبا وحيويا يدفع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي إلى التنافس في مجال البحث العلمي والسعي الدؤوب للارتقاء والتميز ويتمكن
يتضح ذلك جليا من خلال عدد المشاركين فيها وكذا التتويجات المستحقة والتكريمات التي تمنح للفائزين، وبذلك اكتسبت هذه الجائزة صفة التقليد العسكري الراسخ في مؤسساتنا الذي يطبعه الاهتمام الجاد واللامحدود بكل عمل ينهل من مورد العلم والمعرفة يتدعم به الجيش الوطني الشعبي وبما يعود على وطننا بالرقي والازدهار. في هذا السياق فإنني بقدر ما أثمن الأهداف التي ترمي إليها هذه الجائزة أهني الفائزين بها لهذه السنة وأشكرهم على كل ما بذلوه من جهد من أجل الظفر والفوز بها. هؤلاء الذين يستحقون منا بهذه المناسبة الطيبة كل التكريم والتقدير لما حققوه من إنجاز لأنفسهم وللمجال العلمي والمعرفي في الجيش الوطني الشعبي. السيد الفريق دعا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والعمل المتفاني بما يستجيب لتحقيق الأهداف المنشودة التي تضع أمن واستقرار ووحدة الجزائر أولوية الأولويات. كما أغتنم هذه المناسبة الكريمة مرة أخرى لأدعوكم وأدعو الجميع من خلالكم إلى بذل المزيد من الجهود والعمل المتفاني بما يستجيب لتحقيق الأهداف المنشودة التي تضع أمن واستقرار ووحدة الجزائر أولوية الأولويات، وهو واجب مقدس تمليه علينا قيم الوفاء لرسالة شهدائنا الأبرار والعهد المقدس الذي قطعناه أمام الله وأمام الوطن والشعب للحفاظ على أمن الجزائر واستقرارها وصون وحدتها الترابية والشعبية، وهي أمانة في أعناقنا جميعا يتطلب صونها تماسك وانسجام ووحدة جميع أبناء الوطن المخلصين على كلمة سواء من أجل أن تبقى الجزائر رائدة وقوية ومهابة في محيطها الجواري والإقليمي والدولي. وبدوره قام مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي بعرض مختلف محطات مصاري الجائزة منذ إنشائها في 2012. إن هذه الأعمال المكللة بالتتويج اليوم هي تشجيع للبحث العلمي، كما تعتبر دعامة للمسار التطويري الذي تشهده جميع مكونات الجيش الوطني الشعبي، وهي حافز قوي تجعل مشاركة الأفراد أقوى وتخلق لديهم جو التنافس في مجال البحث العلمي والإبداع. في هذا الصدد لا بد من التنويه بالعناية التي يوليها السيد الفريق لأركان الجيش الوطني الشعبي لهذا النشاط العلمي الذي يندرج في إطار تدعيم الوتيرة العلمية التي يسير على وقعها الجيش الوطني الشعبي، ليفسح بعد ذلك المجال للإعلان عن أسماء الفائزين في مختلف التخصصات المتمثلة في العلوم العسكرية والطبية والتكنولوجية والإنسانية وعلوم الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى الأعمال الفنية. إثر ذلك قام السيد الفريق بتسليم الشهادات والمكافآت المالية للفائزين. شكرا جزيلا. هذا وقد أفرزت نتائج الطبعة التاسعة لهذه الجائزة تتويج 15 عملا فرديا وجماعيا على النحو التالي: 3 أعمال في العلوم العسكرية، 6 أعمال في العلوم التكنولوجية، عمل واحد في العلوم الطبية، عمل واحد
في العلوم الإنسانية والاجتماعية. عمل واحد في علوم الإعلام والاتصال. ثلاثة أعمال في الإبداع الفني. شكراً لطفك. اختتم الحفل بأخذ صورة تذكارية جمعت السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالمتوجين. في التعاون الطاقوي اجتمع اليوم وزير الطاقة ورئيس منتدى دول المصدرة للغاز عبد المجيد عطار عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع الأمين العام للمنتدى يوري سينيوتيرين لبحث وضعية أسواق الغاز، لا سيما خلال هذا الظرف الصحي الاستثنائي الذي ميزه ضعف الطلب العالمي على الغاز. وقد شكل هذا الاجتماع فرصة للطرفين من أجل الاطلاع على نشاطات المنتدى ومشاريعه الأساسية، وكذا التطرق إلى وضعية أسواق الغاز وأفاقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد. كما سمح الاجتماع أيضا بتقييم تنفيذ مشروع معهد البحث التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، وكذا سبل تنظيم الدورة 22 للاجتماع الوزاري للمنتدى المقرر في 12 نوفمبر القادم بالجزائر. أشرف اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيكان رفقة وزير الصناعة فرحات أيت علي إبراهيم على مراسم توقيع اتفاقيات مع عدد من الفروع الصناعية من أجل استحداث أقطاب تكنولوجية في إطار تجسيد التقارب بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي والانتقال إلى مرحلة عملية جديدة بين الجامعة والمؤسسات. خلال حفل التوقيع الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة تم التأكيد على أن الأقطاب التكنولوجية ستشكل فضاءات ملائمة لطلبة الدكتوراه والباحثين من أجل إجراء التربصات الميدانية وإنجاز أطروحات الدكتوراه في المؤسسات الاقتصادية. ولا شك أن هذه الأقطاب التكنولوجية وغيرها من الفضاءات التي نحتزم إحداثها بالتعاون مع مختلف قطاعات النشاط والدوائر الوزارية المعنية ستشكل في المدى المنظور فضاءات ملائمة لطلبة الدكتوراه والباحثين من أجل إجراء التربصات الميدانية وإنجاز أطروحات الدكتوراه في المؤسسات، بما يمكن من إرساء ديناميكية للتكفل بالانشغالات التقنية والتكنولوجية التي تواجه المؤسسات الاقتصادية، ويسمح برفع أصولها غير المادية تماشيا مع قواعد الاقتصاد القائم على المعرفة. إن كل المراحل التي عرفها تطور الاقتصاد بكل مكوناته خلصت إلى ضرورة التقارب والتعاون بين عالمي الإنتاج والمعرفة، إذ لا يمكن بناء اقتصاد وطني حقيقي وقوي خلاق للثروة ومناصب الشغل ما لم يكن يعتمد على البحث العلمي والابتكار. في الشأن التربوي أكد وزير التربية الوطني محمد رجعوت خلال لقاء رفقة وزير السكن والعمران والمدينة كمال الناصري المديرين الولائيين للقطاعين عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أكد أن الدخول المدرسي المقبل سيكون استثنائيا بسبب جائحة كورونا، مجددا التزام الحكومة بضمان ظروف لائقة للتمدرس. من جهته وزير السكن أكد أن دائرته الوزارية عدت برنامجا لتدارك التأخر المسجل في إنجاز بعض المرافق التربوية. ستكون معنا لقاء عبر تحاور عن بعد المرئي عن بعد مع كل ولايات الوطن، ونقيم مدى تقدم أشغال تحضيرا لهذا الدخول المدرسي. هذا هو موضوع هذا اللقاء، هو ليس بلقاء أولي، ولكن هناك عمل مشترك مع بين القطاعين، هو وزارة التربية كقطاع مستعمل، وزارة السكن كقطاع يبني. ومن خلال هذا الاجتماع نود أولا تقييم ما تم إنجازه والوقوف على ما سيكون منجزا إن شاء الله عند الدخول المدرسي المقبل، وهذا لجعل هذا الدخول فيما يخص الهياكل المدرسية أي الابتدائيات والمتوسطات والثانويات تكون هذه الهياكل إن شاء الله جاهزة بأتم معنى الكلمة، وهذا ليتسنى لتلامذتنا
للدخول المدرسي جيد إن شاء الله. رخصت وزارة التربية الوطنية باستغلال القوائم الاحتياطية لمسابقات توظيف الأساتذة المنظمة بعنوان 2017-2018. أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي نظراً لتداعيات انتشار وباء كورونا وتأثيراته السلبية، وحرصاً منها على توفير الإطار التربوي اللازم لضمان التمدرس المنتظم للتلاميذ خلال السنة الدراسية القادمة، إذ يتعين على مديرية التربية استغلال هذه القوائم لشغل المناصب المالية في حدود الاحتياج البيداغوجي في جميع المواد التعليمية. في الانشغال الصحي، عرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا دكتور جمال فرار عرض مستجدات الوضع الصحي في البلاد بالأرقام والمؤشرات. ما يخص المؤشرات العامة، خلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 607 حالات جديدة، 349 حالة تمثلت للشفاء، 64 حالة في العناية المركزة، و9 وفيات. سجلنا 607 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ما يعادل 1.4 لكل 100,000 نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة، علما أن 5 ولايات لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 10 ولايات سجلت ما بين حالة إلى 5 حالات، و33 ولاية سجلت 6 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات، سجلنا 9 وفيات جديدة رحمهم الله. أما فيما يخص الحالات التي تمثلت الشفاء حسب المعايير المعتمدة، عددهم وصل لحد اليوم 16,400، بينهم 349 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة وغادروا المستشفيات. فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا 64 مريض في العناية المركزة. وبعزيمة كبيرة تسهر الأطقم الطبية بمستشفى مصطفى باشا الجمعي على مساعدة المرضى لتجاوز الفترة الحرجة من المرض والتي يجدون فيها صعوبة لالتقاط الأنفاس. عن كثب حنان حداد. عندك 12 يوم هنا، وش راك تحس روحك؟ حس والو، والله غلينا هاني شوف فيما يقدش ياكل، فيما يقدش يحشك، فيما يقدش يروح. في المستشفيات أنفاس تذيق بها الحناجر، أجساد منهكة، وأرواح تئن من التعب خارت قواها جراء فيروس قاتل. الصدر نتاعي ضاق عليا، ما نقدرش نفس، ضاق عليا صدري، ما نقدرش قاعد نريسبيري، نمشي مترنا عيا نطيح نقعد. كان يعطيني دواء يتقوينا باش ناكلو، الماء ما نقدرش نشربو، فاستي ما ينزل خلاص. بين مصدق ومكذب لوجوده، يستمر كوفيد-19 في حصد الأرواح صغارا وكبار، الأصحاء قبل المرضى. ترقام في لافامي في العائلة بليزيور بيرسون، صدر كاين بزاف أشخاص، كاين بزاف أشخاص، ودائما تلقاي كامل كاين الأول اللي جاب المرض للدار، سورتو دي سوجي جون صغار اللي كانوا يدوروا برا، اللي يروحوا المارشي، اللي ما يحافظوش على 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 لي كونديسيون دو ديستانس سوسيال، دو فير لي بافات، وكامل هما جينيرالمون هما اللي يمرضوا العائله تاعهم. دائما تلقاي واحد هو الاول، هو اللي مالوزمون كاينين مام لي بارون تاعهم توفاو. انا شفت تجمعات زادت القوات، بالعكس راهم دايرين هاك شغل ما كانش كوفيد لحد الان، لحد الان يقول لك ما كانش منها. عندنا ان جون دو 35 في عمره، ما عنده السكر، ما عنده لا طونسيون، قالنا جامي، يقول لي جامي ما درت دخان في فمي. مسكين راه الاكسجين، انا داير الاكسجين، كان ينوض للتواليت ما نلقاوهش. ان كان الوهم نصف الداء والوقايه نصف الدواء، فان الصبر اولى خطوات الشفاء، والعزائم لا تستكين امام تضافر جهود اصحاب اليقين. أكدت اليوم وزيرة البيئة نصيرة بن حراث مضاعفة جهود نقل ومعالجة النفايات الطبية التي ارتفعت بأزيادة من 50% خلال الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد. عن كثب نجوى الأخضر قريقة.
تحدي آخر ترفعه المؤسسات الاستشفائية بالتنسيق مع المؤسسات المرخص لها لمعالجة النفايات الخطيرة في هذا الظرف الصحي الخاص. فعملية الفرز والجمع والنقل الآمن للنفايات الطبية من المستشفيات إلى مراكز المعالجة تتم تحت إشراف وزارة البيئة. النفايات الاستشفائية هذا اليوم زادت وتقدر ما بين 30 و40 ألف طن سنويا، وزاد حجمها بنسبة تفوق 50%. لدينا حاليا 58 مؤسسة لجمع هذه النفايات، 13 وحدة تحرق، زيادة إلى 6 وحدات خاصة للمعالجة. وزيادة على ذلك فيه 276 محرقة داخل المؤسسات الاستشفائية تعمل على المستوى الوطني. مركز المعالجة الآمنة للنفايات ببرج الكيفان، ومنذ ارتفاع نسبة النفايات الطبية ضعف من عملياته اليومية والأسبوعية وفق برنامج وقائي احترازي يضمن التخلص الآمن وأمن العمال داخل المركز. في الجائحة الحالية رانا نلحقوا 5-6 طن باغ جوغ، دونك زادت نقدر نقولوا تضاعفت كمية النفايات في هذا الجائحة. بعد عملية التعقيم يتم تحويل النفايات إلى مستوى المركز التقني لرد من النفايات المنزلية. مؤسسة خاصة هي التي تتولى وتتكفل بنقل هذه النفايات، كما أنها تقوم بمعالجة هذه النفايات. تتعامل وزارة البيئة مع ما يقارب 300 مؤسسة خاصة موزعة عبر التراب الوطني مختصة في جمع النفايات العلاجية من المستشفيات، حيث سخرت للعملية كل الإمكانيات اللوجستية. وخلال هذه الفترات الحرجة كان بالإمكان تفاديها بالتزام شروط السلامة والوقاية، إلا أن هذا لا يجد أذانا صاغية أمام تراخي المواطنين واستخفافهم على مستوى الأسواق والمحال والشوارع. ربورتاج بن بشار لدنيا نوالي. فيروس كورونا ما زال العدو رقم واحد للبشرية، لكن ردود أفعال الناس بولاية بشار لا تعكس ذلك، فتواجدهم في الأماكن العامة والأسواق دون الالتزام بشروط الوقاية واللامبالاة أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات. أنا كمان من استعملك يعود عندي الاكتظاظ، هي أنا كما يقولوا رأيي شخصي الوقاية تاعي في المسافة. احنا عايشين في صحراء حمان وكاع ونديرها كاع النهار بصح نتقبل، ما باش نمشي لي بافات كل يوم، ما عنديش انا ديك الخلصه اللي نشري تاع كل يوم. لي بافات غير مازال ما ولفناهم، هما حاجه مليحه. انا جو لو بريفير ندير واحده بروتيجي ولا ما نديرش، نخرج هكا وندير الوقايه نتاعي برا. فيما تبقى شريحة من المواطنين تلتزم بارتداء الكمامات إدراكا منها بخطورة الوباء. لا الحمد لله، زعما الآونة الأخيرة الناس وعات وفهمت باللي هذا المرض خطير ويتنقل. خطره ندير لي بافات، خطره ما نديرش، ما نكذبش عليك في الخدمه نديرها، تاع دي فوا كيما هكا كنخرج لبرا ولا ما نديرهاش. الغالب الفيروس خطير، راه وصلت حتى الغسيله، تمشي لنابورت كابينيت تلقى دائما واحد ولا جوج يا دي ديزي، ما نهضروش على اللوبيتال. ونشوفوا بلي هاد العباد هادو اللي ماش دايرين بافات ان شاء الله يديروا بافات، هذا اللي نتمناه ان شاء الله. اسواق مزدحمه، طوابير طويله هي قاتله بالنظر الى سرعه تفشي فيروس كورونا. ليبقى الرهان على مدى وعي المواطن وسلوكه كطوق للنجاة. الفضاءات التجارية سرعان ما تتحول إلى فضاءات محفزة لانتشار الوباء، مما يستوجب الصرامة والحزم في ردع المخالفين لإجراءات الوقاية. عن كثب الروبورتاج ليونس لكحلديب. بعد عشرات الحملات التحسيسية بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، أتى الدور للتطبيق الصارم ضد التجار المخالفين بالغلق الفوري. نديروا محضر معينة دوكا، نديروا فيه النقائص اللي لاحظناهم ونسلموا نسخة منه، يكون على زوج نسخ، نسخة تبقى عندنا نقدموها للولي المنتدب ونسخة نعطوها للممثل تاع البلدية هنا. المطعم هو ضمن النشاطات الغير مرخص لها للممارسة في هذا الظرف الصحي، دونك تم استدعاء السيد وهذا لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة. لجان مشتركة من مديرية التجارة، الأسلاك الأمنية ولجان مكافحة كوفيد-19 جابت المقاطعات الإدارية لكل من بوزريعة، حسين داي والدار البيضاء لتطبيق هذه الإجراءات. تجاوزنا مرحلة التحسيس، تجاوزنا مرحلة الإعذار، اليوم رانا في مرحلة الردع
لابد من كل تاجر أنه يطبق الإجراءات الوقائية، لأن الإحصائيات اليوم كما الناس كل أو المواطن البسيط راه يتبع ويشوف بأن الإحصائيات راهي في تصاعد. حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة بحق مجموعة من التجار والمحلات التجارية التي لم تحترم إجراءات التباعد الاجتماعي، وكذلك لم ترتدي الكمامات أو الأقنعة الواقية بالنسبة للتجار وبالنسبة للزبائن. مرافقة أمنية صاحبت اللجان لضمان تطبيق الإجراءات الردعية. الصحة العمومية هي مهمة الجميع، ولا بد أن تتضافر فيها جهود الجميع، ولا بد أن نذكر الزبائن والمواطنين على حد سواء بمدى ضرورة تطبيق والالتزام بالتدابير الاحترازية. ولاية الجزائر متمثلة في عدة مصالح تعمل على المراقبة الصارمة لمخالفي الإجراءات الوقائية المنصوص عليها من قبل السلطات الإدارية. المحال والأسواق الشعبية النقاط الأكثر استقطابا للمواطنين بين واع ولا مبال بتدابير الوقاية. أم الوقاية قاعنا نستعملوا نعملوا بهم ما تباعد بين الناس، لا باغات أمور تاع التعقيم. نديروا احتياطات لعمل الكورونا، وماذا بينا ثانيك ما نديروش الاكتظاظ. التشديد في ردع المخالفين للحد من الانتشار الواسع للفيروس أولوية قصوى في الظرف الحالي، مع استمرار لجان التفتيش لتشمل باقي المقاطعات. من جهتها كثفت مصالح الرقابة بولاية البليدة كثفت خرجاتها الميدانية للوقوف على مدى احترام الإجراءات الاحترازية. سونيا قاسي رافقت الأعوان في خرجاتهم وعادت بالتالي. مراقبة الجودة ومدى تطبيق إجراءات الوقاية لدى التجار عمل مضاعف يقوم به أعوان الرقابة للحد من انتشار كوفيد-19. كان علينا إمضاء دفتر شروط مع مدير التجارة لينظم شروط الوقاية من الكوفيد من حيث التباعد الاجتماعي، يعني تنقية المساحات في كل مرة. ثاني غلقين غرف قياس الملابس، معقمين ثان الدراهم قبل من مدوهم، كين يعطوهم منا كي يعطوهم لك اليوم معقمهم، قبل من مدوهم لك اليوم ثان زدنا نعقمهم باش نمدهم له. بالنسبة للاحترام شفنا تجاوب التجار، بعض التجار والمتعاملين إلى هذه التدابير من يوم إلى يوم، من خلال وجودنا في الميدان، من خلال فرض هذه التعليمات على مستوى كل المحلات التجارية وكل الفضاءات التجارية بصفة عامة، سواء كانت أسواق سواء كانت مساحات كبرى أو صغرى. عمل ميداني وقرارات ردعية في حال عدم احترام الإجراءات الاحترازية تصل حد الغلق النهائي للمحال التجارية. شافوا كنا قائس يديروا غلق تغلق. احنا ما عندناش باللي الدراري ما يدخلوش الحانوت، ما شفناها لا في تلفزيون لا في اذاعه لا في. جاوا لي كونترول صابوا عندي دراري هنايا، داروا لي بروسي عفوا داروا لي الغلق الفوري، غلقوا لي مده 8 ايام. مخالفات تاع التنظيف والتعقيم المحلات 11149، وفي بخصوص التباعد الجسدي 965 التباعد الجسدي، وهناك محاضر سلموها الشرطة سلموها لأصحاب المحلات التجارية. الارتفاع المتزايد لحالات الإصابة تفرض اعتماد أبسط السلوكيات، الوعي ثم الوقاية، فبداية نهاية الوباء. لكن في المقابل سلوكات أخرى تسهم بشكل كبير في توسيع رقعة انتشار الوباء، كما هو الحال بشاطئ عنطاية بالعاصمة. روبرتاج لوهيبة دنداني. هنا بشاطئ سركوف بعنطاية إقبال كبير للمواطنين ضاربين عرض الحائط الإجراءات الردعية وكل دعوات الحيطة والحذر من كوفيد-19. نجينعهم أنا كوسمان نجينعهم ما ليش لازم نجوعهم هكايا، بصح وشنو لازم مسافة الأمان أكي فاهمة، ولازم ما تشغل كما يقولوا الوقاية اللي بافات واللي جالوا إيفيتي والتجمعات هادوك، بشرط احترام بعض كما قلنا الكمامة ضرورية، احترام المسافة. ربع شهر احنا في الدار ما قريناش الحاج، ماذا بينا احنا نجيو للبحر نحندفوا شوية، بصح لازم كل واحد يحترم حاجة. هذا الصيف قالوا لنا ما تحطوش تعوموا، يا عدنا ربع شهور احنا مخبيين في الدار، نورمال ما يخلونا نعوموا شوية،
الصيف الدار مغلوقه، الدار ماكش شوي تخرج تحوس منا، دوكا حبطنا نعوم شويه نطلعوا حوزونا. نتمنوا تروح هذا يرفع لنا هذا البلاء ونولوا كيما كنا ونعوموا بلا شروط. فيروس كورونا ليس لعبة أو مجرد مزحة، فهو يحصد الأرواح بشكل رهيب، وإذا لم نحاربه بالوعي والتحسيس والحكمة فإننا سنغرق دون بحر. في ظل هذه الجائحة برز دور الهام للجمعيات ذات الطابع الخيري والتطوعي، وبالمناسبة نظمت ولاية طهران لقاءات تشاورية مع هذه الجمعيات لبحث آليات التنسيق في مجال مكافحة الوباء وكذا تأطير مبادرات المجتمع المدني. محمد سالمي. لما كان للعمل الجمعوي دور بارز خصوصا في هذه الجائحة، أولته السلطات اهتماما من خلال تنظيم لقاءات تشاركية وقوفا على انشغالاته. عالجناهم يعني حاله بحاله باش نسهلوا العمل تاع المسؤوليه تاع الجمعيات، باش يتقربوا من المسؤولين المحليين، باش يكون عندهم دور في الحياه يعني العمل البلديه كفاعلين اساسيين في التنميه المحليه. باش الصوت تاع الجمعيات كمجتمع مدني يكون واصل بالنسبه للسلطات المحليه. وتسعى السلطات المحليه بوهران الى تقديم تسهيلات وتدارك العراقيل من اجل بلوغ الاهداف المرجوه. شفتوهم في توزيع الكمامات، شفناهم في عملية التعقيم، شفناهم في عملية توزيع الطرود، شفناهم يورغانيزيو معنا حتى في النهار اللي يروحوا في الخلاص تاع لابوست، ولكن لازم ننظموا ونتهيكلوا وفي الايام المقبله رايحين تشوفوا باللي هذه الطريقه تاع العمل اللي رانا نتعاملوا بها رايحه تتعمم على مستوى كل الولايه. دعم معنوي كبير يحفزنا ويعطينا طموح، وهذا الطموح بالتالي يؤدي الى نجاحات ان شاء الله تتحقق عن قريب ان شاء الله. وفي الافق اعتمادات اخرى ستمنح لبقيه الجمعيات المؤسسه حديثا، مع العلم ان عدد الجمعيات المعتمده بوهران يقدر بمئة جمعيه. ومن جهود الدفع بالجمعيات الخيرية بولاية وهران إلى ولاية تيبازا، حيث اطلع وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو على عدد من المنشآت الفندقية التي تشهد عادة تأهيل استقبال السياح، حيث أعطى تعليمات لاحترام مواعيد الإنجاز. سهيلة إسري. موقع ساحلي مميز ومرافق فندقية بطاقة استيعابية تقارب 3000 سرير هو ما تعول عليه ولاية تيبازا لاستقطاب ملايين الزائرين باستلام المركب السياحي السات الذي عرف تهيئة شاملة وإعادة تأهيل مركب القرن الذهبي ومركب مطارس. احنا نتمنى ان شاء الله الظرف هذا نتاع الكوفيد 19 يكون قصير ان شاء الله، لكن هذا ما يمنعش باللي من الان يعني نوجد رواحنا للمواسم الجايه ان شاء الله. المهمه الاساسيه نتاعنا هو الخروج تدريجيا من التبعيه المحروقات. شفنا يعني هياكل تاسفنا واعطينا تعليمات صارمه باش يعني مسؤولين على هذا الهياكل الفنادق هذو يتخذوا كل الاجراءات اللازمه لترميمها. هذا وأكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي على ضرورة جعل منطقة التوسع السياحي العقيد عباس بدواودة مستقبلا مرفقا سياحيا من الطراز الراقي، كما أعطى تعليمات للحرفيين بضرورة مواصلة العمل التطوعي لإنجاز وسائل الوقاية من فيروس كورونا. في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت أمس مفارز للجيش الوطني الشعبي 9 قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من عين الدفلة، المدية والجلفة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة الجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الإتجار بالمخدرات ببلادنا، حجزت مفرزة مشتركة للجيش قرب الحدود ببشار 5 قناطير و15 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقف حرس الحدود بتلمسان تاجر مخدرات من جنسيات مغربية بحوزته 4 كيلوغرامات من الكيف المعالج. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش وعناصر الدرك الوطني ببرج باجي مختار 12 شخصا، وحجزت 4 مولدات كهربائية و10 مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 4 مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بتلمسان.
تمكن أعوان الشرطة القضائية لمقاطعة باب الواد من تفكيك شبكة إجرامية تضم 4 أشخاص يستعملون الأسلحة البيضاء للاعتداء على المواطنين. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لباب الواد من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة عن قضية تكوين جماعة أشرار المشاجرة على الطريق العمومي بواسطة أسلحة بيضاء محظورة، الإخلال بالنظام العام، حمل أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي. هذه العملية مكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية من حجز 10 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام، بندقية صيد بحرية وخرطوشة لمسدس كهربائي. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد. انتقل اليوم إلى رحمة الله الزميلة تقريب محطة وهران بالقاسم بن ونان عن عمر نهز 81 سنة. الفقيد التحق بالمؤسسة كتقني عام عام 68 حيث قضى بها 30 سنة ليحال بعد ذلك على التقاعد. إثر هذا المصاب الجلالي يتقدم وزير الاتصال الناطق رسمي باسم الحكومة إلى أسرة الفقيد بأخلاص التعازي وأصدق المواساة راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. من جهته يتقدم المدير العام للتلفزيون الجزائري أحمد بن صبان باسمه وباسم كافة عمال المؤسسة العمومية للتلفزيون بتعازيه الخالصة ومواساته إلى عائلة الفقيد سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه. إن لله وإنا إليه راجعون. نختم بجولة سياحية إلى المعلم الأثري والتاريخي العرصة. العرصة المطل على مدينة مستغانم وخليج أرزيو معلم شامخ يستجدي الاهتمام ورد الاعتبار. كاميليا حموم ترحل بنا إلى العرصة. موقع العرصة الأثري والتاريخي أو كما يلقبها سكان المنطقة بجنينة بنبلة، موقع سياحي يعكس القيمة الجمالية لمدينة مسك الغنائم. هذه التحفة المعمارية يعود تاريخها إلى بداية الستينيات 1961 1962 ومن مصمميها المهندس المعماري كالدي رولا. لكن شتان بين الأمس واليوم، فقد أصبح هذا المعلم الأثري في طي النسيان. ماذا بنا احنا كمواطنين نروحوا لفامي ولادهم ثم يلعبوا؟ احنا نطلبوا من كما يقول لك السلطات المحلية لولاية مستغانم باش تدير لنا الأمن ثم تنقي لنا الدعوة. إذا ضروري باش يكون فيه الأمن، باش يكون فيه ضروري الأمن إذا كان فيه ترميم مثلا بعد الاستقلال ماشي بعيد. كان بعد صلاة المغرب يعني في رمضان المغرب كان المدفع كان يضرب من تما في الآخر. معلم كما نقولوا ديليسي، نتمنى ان شاء الله يرجع مكان عائلي، ما نبقاوش غير بحر 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 في مستغانم، كاين معالم اخرى مليحه في مستغانم. حتى نتمكن من استغلال وتثمين كل هذه المواقع السياحيه لابد من تهيئتها، لابد من تامينها، خاصه انه كل الزوار اللي توافدوا على مستغانم او السياح يعني ياخذوا صوره بانوراميه من اعالي مستغانم. ويرتقب من السلطات المحلية التدخل وإعادة الاعتبار لهذا المعلم الأثري واستغلاله كفضاء من أجل النهوض بالسياحة الثقافية بالولاية. إلى التذكير بأبرز محطات الثامنة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد تشديد العقوبات ضد المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات، مبرزاً أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تغييرات جذرية وهيكلية عبر محاربة المال الفاسد خلال مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية. رئيس الجمهورية يدعو إلى تحقيق التوافقية في مشروع تعديل الدستور مشيداً بالدور الهام للمجتمع المدني في مواجهة المشاكل اليومية للمواطن، معلنا إمكانية إطلاق مبادرة جزائرية تونسية من أجل إيجاد حل للأزمة في ليبيا. الوزير الأول عبد العزيز جراد يؤكد أن مرافقة خطة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي تعتمد على مراجعة معمقة للنظام الجبائي الحالي.
خلال إشرافه على الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي، والخبراء يبحثون آليات التوزيع العادل والمنصف للأعباء الجبائية. الفريق سعيد شنقريحة يشرف على مراسم حفل تسليم جائزة الجيش الوطني الشعبي لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2020، ويؤكد أن الجائزة فضاء حيوي للتنافس بين مستخدمي الجيش الوطني الشعبي في مجال البحث العلمي. في حصيلة جديدة، تسجيل 607 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتماثل 349 للشفاء، وتسع وفيات جديدة. وزيرة البيئة تؤكد مضاعفة جهود النقل والمعالجة الآمنة للنفايات الطبية خلال الأزمة الصحية. وتابعتم معنا خرجات ميدانية مكثفة لأعوان الرقابة للوقوف على مدى التزام التجار بالإجراءات الاحترازية، ورصدنا بعض مظاهر الاستهتار والاستخفاف بتدابير الوقاية بشاطئ سركوف بعين طاية رغم قرار غلق الشواطئ. ليلكم هادئ وطيب، إلى اللقاء.